بتحكي عن ابن محمود او شغله انه هو اول شيء شاب محترم وخلوق ومؤدب، كل شباب طمره بتعرف شو ابنته، بتسأل شباب طمره شاب شو هو محمود ياسين، مش كيف الناس بتحكي عنه انه طخيخ ومش طخيخ، قراته ابن 21 سنه طفل، بعده نتف الطفل اللي ما صارش سنتين مخلص مدرسه، هي اول شغله. ثاني شغله ابني بريء ومات على يد البوليس، واللي مات في مرأة في سرطان نزل إلها كله شاف السرطان، والمرأة شيء بتشعر وبتحلف كمان لحد إسا وبكره مات من إيديها، وما كانش لا حامل فردة تخ عبيص ولا أي إنسان، وهو يتناجد بالمرأة يقول لها ساعديني ساعديني، وهن يطخوا فيه طخوه ظهره طخوه براسه، وضلوا يطخوا فيه للولد. على كل شيء على كل حال الحمد لله، بس يا الله حسبي الله ونعم الوكيل فيه باللي طخوه عمل فيه هيك، لنفت على الوضع مثل الطفل بريء. أنا قبل جمعة بعد ما اختروا الولد بعد ما حدش أفرح فيه، قبل جمعة وزعت حلاوة خطبته امبارح، وقبل كم يوم كنت أودع فيه، حسبي الله ونعم الوكيل باللي كان السبب.